لما انا اجي اراقب اشوف الصالو هذا، الاحظ ان في عندي ديناميكية. لاحظين شباب، هنا صوت عالي واجد، هنا صوت منخفض وكذا بالطريقة هذه، معناته ان الديناميكية عالية جدا، فاحتاج ان اعمل كومبرسر من خلال يعني قراري انا هذا اعتمد على الشكل. لكن برضو في شغلة ثانية، اشوف الصالو هذا كيف شغله مع الميتر. راح اوريكم وش اقصد. لاحظين في انطلاقات كبيرة، فانا الان راح استخدم كومبرسر. طبعا الكومبرسر هذا من الشيرن ستريب حقه، ممكن نستخدم الفينتج او الستاندر، فانا هنا راح استخدم الستاندر والغي الاوتو ميك اب هذا، والريشيو عندي راح استخدمها 4، وراح يعني اعمل ريدكشن هنا. طبعا شباب هنا ما راح اشرح كيف طريقة الكمبرسر وهذه الاشياء، هذه ممكن انتم ترجعوا لها في مقاطع يوتيوب او كذا موجودة هنا وهناك، لكن هنا راح اوريكم انا كيف قاعد اتعامل مع الكمبرسر واراقب الميتر هنا. انا عملت كومبرسر عالي واجد زين، وباشوف النتيجة عندي كيف وصل بها الصوت مع الميكس، وبرضو راح ارجع الى الاتاك والريليز بحيث ان اوازن الامور، الصولو مع الميتر مع الميكس سماعيا وبرضو كشكل هنا. يعني اول خطوة لازم اساوي الصوت بالطريقة هذه. الطريقة اللي انا استخدمها علشان اعرف مباشرة وشو اثر الكمبرسر اللي حصل عندي، راح اطفي هنا واشوف الميتر وين يوصل في اعلى نقطة. لاحظ الميتر وصل هنا اعلى نقطة مع الصولو وجميع اصوات الميكس اللي في هذه المرحلة، وصل الى هنا. الان لما اجي افعل الكمبرسر برضو ابغى الصوت يوصل لهنا. يعني قبل وبعد، لاحظ ان الليفل هنا، طبعا شباب للمعلومة هذا بيك ليفل، البيك ليفل هذا طبعا الشيء الاساسي في هذه المرحلة بالذات انك انت تراقب الارامكس اللي هو الافريج ليفل، لكن هنا كعلامة مباشرة انا بالنسبة لي هنا البيك ليفل. يعني الان انا اطمأنيت ان صارت عندي كومبرسر، والان اسمع الصولو هذا مع العمل واشوف الكومبرسر هذا هل في اثر سمعي واضح، يعني كخامة هل تغيرت الخامة او لا، لان انا هدفي اني اعمل كومبرس بدون ما اثر على طبيعة الصوت. واضح شباب ان الصوت صار اقوى مع الميكس بسبب الكمبرسر، واحنا تأكدنا ان ما زلنا احنا في حدودنا السليمة هنا، فاذا هذا ليفل الكمبرسر اللي راح ابدأ به، لان بعد الكمبرسر انا راح اسمع العيوب اللي موجودة في الصوت وراح اعالجها بالكولايزر. لنا
الشرف قدام دربك مشى. بعد ما عملت الكمبرسر اللي انا اطمئن اله واللي يكون الصوت فيه مع الميكس متناسب، اجي اعالج الان الاشياء الصوتية اللي اسمعها مزعجتني في هذا الصوت كخامة تسجيل، ابدي ارتبها. يا الخادمة ما خاف انت وليا، هل المحرم بالعشم يا ابو الايمة، كل واحد بحسرة يضل صدرا يلطمة، يا حسين ولازم يستمر بيه انت سمى خدامك ومحلى الذي اسمك يا خدمة لنا الشر. لاحظ السين ولاحظ الشين، يعني هذه الاشياء اللي تخليني اخذ قرار مباشرة، إلا هن الصوت هذا هل مفتوح أو مكتوم أو أحتاج أن أعدله. فالأصوات المباشرة اللي تعطيني كعلامة واضحة كذا السين والشين، منها أنا أقدر أحدد أن العمل هذا الصوت مفتوح أو مكتوم. مع كل الأصوات هذه اللي موجودة هنا بتأثر على القرار هذا، لذلك لازم يكون الصوت موجود مع الميكس. خدمة لنا الشرف خدام، يعني لنا الشرف هنا أنا بستفيد منها، لنا الشرف يعني أبدي أسمع الشين علشان أعرف أن فعلا أنا ينقصني صوت أفتحه أو لا. لنا الشرف طبعا هو هذا صوت المنشد، هذا السين فيه مش واضحة. يعني هنا انا سمعت هذا الصوت وسمعت هذا الصوت، وفعلا ما راح احتاج اني اضيف بلاجنز اسمه دييسر بحيث انه يقلل لي نسبة صوت السين. واسمع الكورال برضه. غرضي من إضافة الكمبرسر على الكورال إني يكون متماسك أكثر الأصوات مع بعضها، فأنا ضفته على الجروب. لاحظ أنا ضفته هنا على الجروب، وبرضو راح أسمعه لما يخلص الكورال ويدخل الصولو كيف الخامة بينهم، باعتبار إن الصولو أنا عندي أساسي فراح أعدل على الكورال. يا الخادمة ما خاب أنت خادمة ما خاب انت وليا، على العهد يا حسين يا ابن الزكية برضي انا الشرف خدام دربك مشينا، يا الخادمة ما خاب انت وليا، على العهد يا حسين.
ما خاب انت وليا على العهد. لاحظنا شباب انا ضفت وايد مرة very وايد في المنطقة هذه علشان سماعيا لما يخلص الصولو ويدخل الكورال يكونون في مستوى سمعي متشابه. هذه أصوات مختلفة وهذا صوت مختلف، لكن اثنينهم راح يوصلون لنفس الليفل، اثنينهم راح يعطوني تشبع فأدوني كوالايزري سمعي، فأنا أبغى أحافظ على هذا التشبع ما يصير فيه خلل، يعني ما يصير فيه هبوط، فيكون الصوت هنا يا الخادمة ما خاب انت وليا على العهد. مثل ما قلت لكم شباب انا دائما خلاص اعتمدت ان الصول وحقي هو الاساس اللي كل الاصوات هي راح توصل الى، فبالشكل هذا وصلنا الى يعني تعديل الفلاتر الى الصولو والكورال، ونشوف بقية الاصوات وش يناسبها من تعديل. الواحد بحسرة لنا الشرف خدام دربك مشانا. لاحظوا شباب انا قللت منها وفتحت صوت اللطمة، لان الان انا ابغى اللطمة تنسجم مع الاحساس اللي موجود في العمل وتكون واضحة، حتى لو نزلت على صوتها راح تكون جميلة. لنا الشرف خد. اجي الان الى البيس، الاحظ البيس عندي يعني في تفاوت كبير. دام دربك مشانا يا الخادمة ما خاب انت وليا. إلا أنا راح أستخدم الليميتينج. ليش أبغى أستخدم الليميتينج؟ لأن أبغى برضو الامتداد اللي موجود في البيس يوضح وما أثر على طبقات الصوت. يعني أنا لما أنا أسمع البيس مع العمل لاحظوا خدامك ومحلى الذي اسمك يا خدمة. انا قاعد اسمع ان جميع الاصوات صايرين في مستوى واحد من الطبقة اللي هو التون، فلما اجي احط الكمبرسر واعمل يعني اثر على المستويات، يعني مثلا بيكون هذا الصوت نازل وهذا الصوت قوي، يعني هي اساس شغلة الكمبرسر انه راح يوازن لي بين هذا الصوت وهذا الصوت، يعني راح يضغط هذا وراح يخلي هذا الصوت مكانه زين، وراح يتقاربون في مستوى الليفل. لما يتقاربون في مستوى الليفل التون هذه راح تبقى ثابتة لأنها راح توصلني أنا في السمع، لكن التون هذه راح يتغير فيها شيء بسيط لأن اختلفت الكمبرسر. أنا ما أبغى أدقق واجد في المواضيع هذه، لذلك قراري هنا أن أختار ليميتينج ما أختار كمبرسر، وراح انا يعني مع التجربة نشوف ليش هذا القرار. خدامك ومحلى الذي خدامك ومحلى الذي خدامك ومحلى. هو يوصل لناقص 15 فانا راح اقول له ناقص 15 وهذا راح ارفعه. خدامك ومحلى
يعني الآن اللي حصل إن صوت البيس وضح أكثر، البانشينج نفسه ما تغير، البانشينج اللي هو البدايات هذه ما تغيرت وظلت ظل التون حق البيس ثابت. لذلك أنا هنا استخدمت الليميتينج وما استخدمت الكمبرسر. برضو في شغلة يمكن أنا وأنا أسمع البيس راح برضو أقلل من ليفل البيس وأضيف عليه شيء، راح أوريكم الآن. اسمك يا خدمة لنا الشرف، خدام دربك مشانا، يا الخادمة ما خاف انت وليها على العهد يا حسين. اسمع الفرق قبل وبعد. انت لاحظوا الليفل شباب عندي هنا ما تغير، لكن صوت البيس صار واضح اكثر. بما انه وصلنا الى البيس وتعدلنا البيس، اذا الان انا راح اسمع الفرق بين المكسين، فراح برضو اخرج هذا.